السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما يكون خاصكم حتى شي خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا كنحتاجوا أول حاجة المقص. هذا هو الأدوات اللي غيخصونا اليوم. غنحتاجوا المقص، نحتاج لواحد القليل ديال الطباشير هما كما كتشوفوا، وكنحتاجوا السنتيم او المتراج. هاو هذا الا ما كانش معليش تبدا الخدمه. معليش نقول لكم انا لا خاصك تجيبي مثلث وتجيبي هذه وتجيبي بزاف ديال الادوات. انا كنهضر ببساطه وبالناس اللي تحيد العكز وبغات تبدا تخدم وبغات تعلم الفصاله ما تبعدش على راسها وما تقولش اش خاصني واش خاصني. هادو ضروريين، هادو اساسيين منهم. مقص سنتيم قليل من الطباشوره او الطباشير او الا عندك شي حاجه باش تراسي. انا كنفضل ديما الطباشير، هذا ما كيخسر لا ثوب لا والو. سنتيم نبداو بسم الله. بالنسبه للناس اللي بغات تخدم على راسها او لا بغات تعلم او جالسه انت في دارك وبغيتي تخدمي، هنا كما كتشوفوا هذا عندي راه نقول لكم عده اشكال ديال هذا التويبات. هذا كاين، هذا انتم كما كتشوفوا هذا راه من نوعيه ديال الريحانه، الريحانه بالبريو. هذه ان شاء الله باذن الله غادي نديروها على شكل على شكل لبسه ديال المناسبه ديال الحضور. نقدروا نديروها عبايه، نقدروا نديروها قفيطين، المهم باقي الفكره ما طاحتش في بالي مزيان شنو غادي نديروا هذا الثوب هذا، ولكن تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله. الا وصلتوا اليوم راه غادي نديروا، ما وصلتوش غندير معكم فيديو اخر. انتما كما كتشوفوا هذا زوين في اللبسه ديالو، زوين في الشكل ديالو. ها هو كاين معنا هذا انتما كما كتشوفوا ثوب اسود، ثوب كحل. انتما شوف الشكل ديالو، من نوع الطايتي. حنا كنقولوا ليه في المغرب الطايتي ديال الخيط، ولكن في الدول الاخرى شنو كيقولوا ليه والله ما عرفتش. المهم انا حنا كنقولوا كنسميوه بالطايتي، ثوب ديال الطايتي، انه ثوب رطب وكيتلبس في الصيف وكيتلبس حتى في الحال كنت هكا شويه ما بارد ما سخون، ولكن كيتلبس بزاف في الصيف وفي اللبسه ديالو مطلق، وكيجي بزاف في العبايات ولباس المحجبات كيجي فيهم مزوين. هذا حتى هو كما قلت لكم ان شاء الله غادي نشوفوا اشنو غادي نديروا به، وداك الشيء اللي درنا به راه حنا غادي راني غادي نشاركوا معكم وغادي نوري لكم. هادو كاين معنا بطل الفيديو، بطل هذا الفيديو هو هذا هو ريحانه. هذا ثوب ديال الريحانه، معروف الريحانه لا في داخل المغرب ولا في خارج المغرب، وراه اللون ديالو على ما كيبان لي انا في التصوير كيبان شي شويه بحال لانه ماشي كحل فرنسي ما تيبانش مزيان، ولكن راه هو في الاصل ديالو راه كحل كما تنقولوا حنا المغاربه، كحل غري، كحل من داك الشيء سبيسيال كحل كحل. حيت كيبان لي في التصوير شي شويه بحال كيبان اللون ديالو كيبان لي الطبله كحله عليه فسميتو، ولكن هو في الحقيقه هو كحل على الطبله. ما عرفتش علاش عند داكشي كنشوف دابا في التصوير، ما عرفتش واش انا حيت يمكن كنشوف دابا في الكاميرا ولا شنو. المهم تيبان ليا هو كحل على الطبله، وشوف التصوير سبحان الله الكاميرا كتبان الطبله كحله وكيبان هو عاطي داك اللون. المهم هذا هو بطل الفيديو ديالنا هو الثوب هذا. هاد الثوب هذا بغيت نخيط منه عبايه، بنخيط منو عبايه ديال الخروج هكا، بغيتي تلبسيها بغيتي تخرجي بغيتي تقضي شي غراض بغيتي، المهم تلبسيها تكون عبايه تكون كتلبس في اي مناسبه، في اي مناسبه خارجه غادي بتسخر شي سخيره بغيتي تخرجي، المهم تكون عبايه في نفس الوقت تكون انيقه وتكون زوينه. هذا ثوب ديال ليكرا، بغيت ندير منو سروال لهاد العبايه هذه، لان انا كنت بنفصل بنفس الثوب انني ندير سروال، ولكن فايت ليا فصلت من هاد الثوب هذا. مثلا ملي كيكون الحال سخون وكتبغي تلبس هاد العبايه تخرج بها، السروال ما باقيش نقدر نلبسو لان تيكون الحال سخون، ولكن هاد ليكرا ممكن لبسها في الحال سخون.
داكشي باش ملي قطعت قلت انني نقطع منه حتى هو واحد المتر و10 باش انني نخدمه، وصلته حتى هو ان شاء الله في هذا الفيديو اليوم راني غادي نخدمه معكم. ما وصلتوش راني غادي نكمل هذه باش ما يكونش الفيديو عندكم طويل. كما كتشوفوا بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه كنديروا ملي كنجيبوا الثوب، كنتي مبتدئه انا كنهضر مع المبتدئين، ما تبارك الله الخياطات المعلمات الباترونات هذوك انا ما كنقدرش عليهم. انت شحال هذا كتبدي كتشرح لك شي شرح ماشي هو هذا، كتبغي ان تخلي كاع داك تعكز باقي دير شي فيديو، ولكن الحمد لله بالاراده والثقه وسميتو كنقول ما غاش نتصنت ليها، خلي نوري الناس كاين ناس مساكين اللي بغاو يتعلموا وما عندهمش الوقت انهم يمشيو للمدارس، ما عندهمش الوقت انهم كيكون عندهم مسافه بعيده. حنا هادشي انا داز عليا، كنت انا كنمشي 40 كيلومتر باش انني نتعلم حصص ديال الخياطه العصريين، اما انا كنت نخيط التقليدي وكنت نخيط كنخيط في الماكينه كنفصل، ولكن كنبغي شي موديلات جداد وكنبغي شي حاجه اللي تكون متقونه. وكنت نمشي عند الاستاذه فاطمه الله يذكرها بخير، راه باقي حيه وباقي خدامه وراه تبارك الله تبارك الله من اطيب خلق الله الاستاذه فاطمه كاينه في مراكش. كنت نمشي عندها اقسم بالله والله شاهد على ما اقول لك، قالت لي داك الاسبوع فاش تلاقيت معها قالت لي سبحان الله، قالت لك ديما كنتفكرك وديما تنقولها للتلميذات، تنقول لهم كانت تجي واحد السيده عندها الوليدات وكتجي وكتجي معها الوليد صغير وكتجي وكتعلم الدرس ومازال كتمشي انها كتجري باقي بغات دير الغدا باقي بغات دير شحال من حاجه وعندها الطريق وعندها شحال من حاجه. كنت تقريبا 7 الصباح كتلقاني شاده الطريق، كتلقاني عندها 9 كنتعلم، 11 كنخرج ثاني كنشد الطريق اولا 12. سبحان الله ايام كانت زوينه، ولكن الحمد لله داكشي كلشي ما ندمتش عليه والله ما ندمت عليه. علاش ما ندمتش عليه؟ حيت الحمد لله دابا ملي كنبغي شي حاجه ولا كنشوف شي بيازه، رغم انني ما بقيتش ندير المحل تاع الخياطه بدلت الدومين، ولكن الحمد لله ملي كنشوف شي بيازه وكنقلب كنقول الثمن ديالها تيقول لي واحد الثمن بايظ تقريبا واحد 400 500 درهم 600 درهم، كنبقى تنضرب لها الحساب تلقى انني بطح عليا بواحد 150 ولا 200 درهم ديال السلعه وديال الثوب وزائد الفصاله والعبار والطول ديالي انا، لان هاد القضيه هادي غادي يعرفوها وغادي يحسوا بها الناس اللي كيكونوا عندهم شويه الوزن زايد وعندهم الطول. بحال دابا تقريبا انا الطول ديالي انا كندير تقريبا 1.56 هذا غير في الطول ديال الحوايج، اما انا الطول ديالي زايد شويه والعرض تيكون عندي العرض شويه وتنبغي شحال تكون شويه، ما كنبغيش داكشي يكون لاصق ما كنلقاش في السوق نهائيا، خصني الا بغيتو نلقى عند البلايص اللي كيبيعوا داكشي ديال الناس اللي صحاب الوزن زايد، وداكشي بزاف كيبيعوا حوايج سبور هما اللي كيكونوا شويه عرض بزاف. اما بالنسبه لهادشي البلدي عبايات بيجامات الدار داكشي ديما كتلقى فيهم مشكل، وملي كناخذ شي قطعه ديال الثوب وكنفصلها وكنخيطها وتلبسها وتنرتاح فيها اقسم بالله الا كنحمد الله وكنشكرو كيبانو دوك الايام اللي كنت نمشي كنتعذب فيهم وكنتكرفس في الطرقان حتى تنوصل لديك السيده باش نتعلم الدرس ونجي كتبان ليا كانها حلوه وزوينه. علاش؟ لاني تعلمت فيها. الانسان ما حدو في الحياه ما يقولش لا راه فاتني القطار ولا فاتني التران ولا كبرت ولا صافي، ما لا لا ينوض ويخدم ويدير على راسو. علاش كنهضر معكم وكان ما غاديش تحسبوا انني كنضيع الوقت او لا لا، بالعكس حسبوها انني دروس تف تجربه، دروس عند تجربه وتصنتوا ليهم وديروا بهم، راه غادي واحد النهار غادي تفكروهم مزيان. بسم الله. بالنسبه للثوب المبتدئات، المبتدئه كنتي بغيتي تعلمي تخيطي الناس، اولا كتبداي من راسك، لان الا ما بديتيش من راسك راه ما غاديش تخيطي الناس، تعلمي تبداي من راسك. اول حاجه كتشدي الثوب كتعبريه، هادشي الا كنتي كتخيطي الناس وجابت لك الكليانه الثوب بحال مثلا جابت لك الثوب وقالت لي فيه 3 متر، هي قالت 3 متر قالت 2 متر ونص قالت 2 متر وربع، داكشي اللي قالت هي شغلها هذاك، ولكن انا داكشي اللي غادي نقول هاد السنتيم هذا هو اللي غادي نتصنت له، غادي نشد الثوب وغادي ندير ليه بحال ما هكا هانتوما، حيت كاينه اللي كتقول لك راه شدت لك 3 متر ولكن تقدر مول الثوب ما عطاش 3 متر يقدر الثوب فيه شي مشكل فيه شي حاجه فيه شي ديفو فيه شي حاجه، لا نعبرو قدامها وهي واقفه وهي كتشوف هانتوما، يعني الا عبرتي الثوب قدام الكليانه صافي كتحيدي عليك المسؤوليه، وملي تقول لك بغات داك الموديل اللي بغات
كتكون انت كتهضري مع راسك وكتشوفي داك الموديل اللي قالت لك بغات واش هو خارج في داك الثوب ولا ما خارجش. ماشي انت يا غادي ولا شتي راسك انك مبرز طاو عندك شي حد واقف عليك ما مساليش، شدي ليها العبار وعبري الثوب وقولي عاودي رجعي عندي غدا ولا رجعي عندي بعد غدا. علاش؟ ولا حتى ندرس الثوب ونشوف الثوب واش غيخرج داك الموديل ولا ما يخرجوش. هاد الثوب هذا فيه 3 متر، ها نتوما كما كتشوفوا ها 3 متر ديالنا، و قلت تقريبا 10 سنتيم. سي هشام الله يعطيك الصحة، سي هشام مول التوب اللي حط الفيديو ديالو اللي شفت اللي وريتكم من عنده من ختيت هاد التوب، الله يعطيك الصحة. التوب ديالك انا قلت لك ب 3 متر، انت عطيتني 3 متر و10، الله يعطيك الخير والله يجعل لك في ميزان حسناتك. ان ملي كيكون التوب وافي تيكون خلى لك فين انك واخا ديك 10 سنتيم ما تقولش انها ماشي مهمه، مهمه تقدر ديك 10 سنتيم تحتاجها غير باندا وما تلقايهاش تقفي عليها وما تلقايهاش بزاف الا كان مول التوب بعيد ولا داك التوب قدر يتقاد. بالنسبه لي انا هاد التوب هذا راه كافيني، اشنو غادي ندير انا بالنسبه لي البصاله ديالي انا راه ما كتقدنيش في هاد العبايه هادي، ما غاديش يقدني. نشوفوا فين هو الوجه تاع التوب، هذا هو الوجه تاع التوب، هذا هو القفه ديالو. الوجه كتكون فيه بحال السبوله غاديه والقفه كيكون بحال شي هكا معرج. المهم راه ملي غادي تشوفي التوب راه غتعرفي ديما يمشي التوب على الماء ديالو. غادي ناخذ التوب غادي نطوي، انا ما كنديرش التوب، انا كنطوي التوب على اربعه، كنطويه بالطول اولا، هاني غنطويه بالطول. انا بالنسبه لعباري انا عباري راه عندي شويه كنبغي التوب يكون تنبيل العبايه ولا البياسه اللي كنبغي نلبس كنبغي تكون وافيه عليا وكنبغي تجيني مريحه في اللبسه، ولكن حتى تجيك مريحه حتى الا كنتي مثلا كتلبسي قل مثلا وكتاخذي جوج ونص راه تجيك مريحه. حيت علاش؟ حيت راه العبار ماشي هو العبار ديالي انا. هانتوما غادي نشد هكذا التوب، هو كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت ندير، هو طويطو بالطول وغادي نطوي تاني على ربعة. ملي غادي نطوي على ربعة بحال ما هكذا هانتوما هاني طويتو على ربعة، غادي نشدو غادي ندير ليه بحال ما هكا. انا كندير هاد الطريقة هادي كتجيني زوينة وكتجيني ساهلة حتى في الخدمة، مكنبقاش باقي معدبة مع التوب كامل ولا يكون عندي فيه شي ديفو. هاني غادي نشد التوب غادي نعبرو هنا، انا بغيت تقريبا 50، بغيت 50 في جليل. ها هي 50 ديالتنا، ها هي فينايا فينايا، ها هي 50. المهم غادي نديرو واحد 51 حيت تما كاينه ديك الحاشيه ديال الخياطه راه ما لايقاش ليا، ما عندي ما ندير بها. هانتوما شفتو هذا الشيء اللي هنا هو اللي غادي ندوز للخياطه، كنتمنى تفهموني ياك. المهم غادي نشد الثوب بحال ما هكا. هاد الطريقه ديال الصالون راه بزاف ديال الخياطات تيكونوا ما تيحطوهاش لكم، كوني على يقين تيحط لك وديك الطريقه تاع داخله في خارجه وداك الشيء الاخر وطيحت لك طريقه اخرى، ولكن هاد الطريقه انا بالنسبه ليا انا علاش حيت بغيت ندير لكم في ديك الكشكاشه وبندير سميتو بلا ما نتعذب ندير داخله في خارجه، تندير هاد الطريقه هادي وكتجيني مزيانه. هانتي الا كنتي ما عرفتيش ما فهمتيش الطريقه الاولى ديري هاد الطريقه ديال تحلي الثوب على العرض ديالو وغتجي هنا وتاخذي 102 سنتيم، ها هي 102 سنتيم، ديك 102 سنتيم هانت هي تبعي معايا الفيديو بشوي بشوي وراه غادي تفهمي. هذيك دابا التوب دابا على العرض ديالو، دابا هذا العرض هذا ماشي الطول، هذا العرض ديالو، العرض اللي كنلقاو فيه متر ونص، اما الطول كاينه فيه 3 متر، ولا انت مثلا كنتي ما عندكش بزاف سميتو كتاخذي جوج ونص. هانت هنا بقات لينا، هي بقات لينا 9، قلنا بقات نهاية 50 علاش؟ حيت التوب راه فيه زيد هاد السنتيم هذا ديال هاد الحاشية هادي، أنا راه مليق ليا الوالو. المهم ها هو بقات فيه 50، المهم بقات فيه شي 49 اللي بقات فيه، ماشي مشكلة 49 لايقالنا. أنا كنشد هاد الطرف هذا اللي من هنا، أنا كنشدو كنقطعو كنحيدو. علاش كنحيدو؟ باش ملي نبغي نخدم هاد البياسة هادي ديالتي ديال الظهر والأمام تتجيني ساهلة، ما تيبقاش هذا معذبني هارب ليا من هنا هارب ليا من هنا وانا كنضارب معاه، لا كيجيني ساهل كنطوي الثوب كيجيني مقاد كيجيني هو هذاك. هاني غنقطع هذا وان شاء الله غادي ندير معكم الفيديو تبعي. هانتوما كنشدو هذا بحال ما هكا، هانتوما قولي بسم الله وتوكلي على الله وراه ما تخافي حتى شي حاجه ما واقع والو. خرت هاتوب واول هاتوب وبعد هاتوب، شوفي غير تعلمي شي تعلمي يا لالا كلشي غادي يولي خير، كلشي غادي ان شاء الله يتعوض.
شاش هو عاد تبقاي جالسه بوحدك وجالسه ما كتخدمي ما كديري حتى شي حاجه وكتهضري مع راسك، هذاك هو المشكل. اما الا كتخدمي وكتخسري وكتقادي غادي توصلي واحد النهار. هانتوما هاد الطرف هذا خليه باش ما نتلفكمش، ها هو نحيدو على جنب ونحطو هنا. هذا هو اللي قطعنا هاد الفصال هادي. الناس اللي طوال اللي عندهم في الباستان اكثر من مترو و50 دايره، وعندهم في الطول مترو و54 مترو و56، حيت انا كنبغي العبايه تكون طويله تكون تجيني زوينه في الفصاله. هذا هو هذه هي الفصاله اللي كندير انا. كنقطع هذاك الثوب بحال ما هكا، ها هو يعني راه قطعته بالطول، قطعته بالطول. حبات الا نكون تنهضر معكم ودرت شي حاجه ماشي هي هذيك. الحمد لله داكشي هو هذاك. هانتوما اييه، حيت راه ملي كتكون تدوي وكتشرح تيكون العقل تاني العقل ديال البشر على قدو. هانتوما هو هذا الحمد لله. هانتوما شتو دابا دروكا هاد غادي نجي وغادي نطوي من هنا، غادي نطوي من هاد البلاصه هادي من هاد الحق من هاد البلاصه هادي. علاش غادي نطوي من هنا ومن هنا؟ باش نحاولو الطوب نهبطوه لتحت يهبط دوك لومبي اللي بيكون فيه داكشي، باش نشوفو واش كاين فيه شي ديفو في القطيع. بلاتي هي الفصلة راه كاتبي الخطر، وكاتبي انك تكوني عندك واحد شوية ديال الخطر وتكوني مركزة. راه إذا ما شديتيش الخطر ومركزتيش ماشي تركزي طبيعة بشطحة، لا تركزي تركزي يا لالا ليا مع راسك، خليك من الركزة. الركزة ديال الجفنة لا ماشي هاديك. عند كاينة كتسمعو لي كنقولو مركزي كتقول لي كيفاش نركز، ماشي ركزي ركزي، انتي ركزي سكيلي عقلك انتي. مقاد هاد التوب بحال ما هاكا. هانتوما دابا التوب ديالي اللي قديت هاهو دابا مطوي دابا على 4 ياك. هانتوما هاهو شحال عطاني، عطاني يا لالا 51 بلا هاد الحاشية، لأن هاد الحاشية مخصناش نخليوها راه كتخسر الخياطة. هيا شتيها 51 على 4، هيا 51 على 4. غادي نشدو هاد التوب هذا ياك، وغادي نحاولو أننا نقادوه. عطيوني واحد شويه ديال الوقت انني نقاد التوب ونرجع معكم. حنا طوينا على 4 هو على 4، هاد الجهه مسدوده بالامام والخلف وهاد الجهه محلوله حتى هي على 4، وهاد الجهه مسدوده هانتوما كما كتشوفوا هادي مسدوده. هانتوما كنشدو التوب كنشدو العبار ديالنا. شنو كنديرو؟ كناخذو الكتاف، كناخذو العبار ديال الكتاف. انا الكتاف عندي تقريبا كندير 22 لان بغيت تشوي في الحال البرد. غادي نزيد واحد السنتيم، غادي نجي عند الدوره هنا ديال الصدر. انا كندير 30 اولا كندير 28، ولكن دابا هادي راه بغيت نلبسها الحال البرد غادي ندير 30. ندير 28 غتكون شي شويه دايره ليا، غتكون شويه مغاديش تجيني مع الحوايج الا بغيت نلبسها مثلا في الحال البرد مغاديش تجيني، غادي شويه تجيني شويه مزيره. المهم غادي ندير 30 ها هي، غادي نشدو بحال ما هكا 30 غادي نجيو بها من هنا حتى لهنا. هادي الناس المبتدئين امانه مابقاش كاع كندير بحال هاد الفصاله هادي هكا ما كنديرهاش، كنخدم ديريكت. غادي نشدوها تاني بحال ما هكا. هانتوما ها هي هنايا عندنا فيه الكتاف، هاد الكتاف هادو من تلا عبروا الكتاف عاد كنحيدو منهم 8 سنتيم. واش كتبان لا ما كتبانش؟ هاد 8 سنتيم ديالتنا ها هي، ها هي 8 سنتيم فهمتوني. انا هنايا عندي هاد التوب هذا بغيت نزيد فيه واحد 10 سنتيم. عندي 10 سنتيم بنزيدها في الصدر، علاش؟ باش تعطيني الطول، باش الطول ما تكون فيه لا قطعه لا والو، باش ما نزيدش شي حاجه في ديك البليه ديال التحت. بغيتها نزيدها في الكتاف منها تكون موديل زوين فيها القطعه في الصدر، ومنها تعطيني الطول. هذه راه الناس اللي عندهم الطول ما كيلقاوش الطول ديما يستعنوا بديك القطعه، ديك القطعه راه زوينه. بلاتي اني غير نحاول ندرس التوب باش نشوف واش بغيت نحط فيه. هنا انا كندير 34
هاد العبار هذا ديال الناس اللي شويه عامرين كما قلت لكم، ولكن راه كاين عبار اخر، كاين اللي كيدير 130، كاين اللي كيدير 40، كل وشحال كيدير. كنجيو بحال ما هاكم، شتو كتبان لكم شي حاجه؟ المهم هنايا بغيت نزيد باش نزيد واحد 10 سنتيم الفوق. المهم تبعوا معايا الفيديو وغتشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. ثم كما كتشوفوا بغيت ديك 10 سنتيم تجيني هنا، قطعت واحد الطرف ديال الثوب عبرت فيه 10 ديال السنتيم ودرتها على 4، ولا 12 سنتيم ودرتها على 4 باش نخلي الخياطه. وملي نكون بغيت نطوي هاد الثوب هذا نحاول انني ما نطويش بالعكس باش ما يجينيش داك الطرف الثوب غادي في الطريق وهو غادي في الطريق، فهمتوني؟ فهمت راه كتوقع هاد المساله. بلاتي نطوي الثوب بحال ما هكا عاد غادي يعطينا هكا، حيت بغينا حنا يجينا كما تنقولوا يجينا هكا. ولا بغيتي تقطعي ما تقطعيش 10 سنتيم اللي بغيتي بالضبط، لا ديما الا بغيتي 10 بغيتي تقطعي 12 سنتيم. علاش؟ اش كنتو ملي كتقطعي راه كيكون فيه شويه ديال كيكون ما مقادش في المهم ضروري الثوب ما كي يمشي ليه الميل لواحد البلاصه ما كيكونش ديما كيكون عندك مشكل فيه. خصك الا بغيتي تقطعي تحاولي تقطعي. دابا الثوب عندنا على 4 هي دوينا على 8 عفوا هكذا يمشي يمشي بها هكذا شفتو ها هو. دابا دروكا هانتوما شفتو هاد الخيا هاد اللي غادي هنا ديال حاشيه الثوب هو كي غادي هنا كي غادي حتى هنايا باش نعرف بان الثوب راه غادي هكذا، بان الثوب غادي ما غادي لتحت ما غاديش لفوق باش مين بغي نخدم هذا ديالي ما يخلينيش حتى نخدم عاد ديك الساعه نوت نقول اشنو درت اشنو ما درتش. بلاتي هاد الثوب هذا راه شويه قطعتو كبير، انا بغيت 10 سنتيم هو راه فيه اكثر شحال فيه هنايا ماشي لا ماشي قطعتو اكثر لا حيت هو هذا غير انا اللي انا عاد فهمت شنو كندير هكذا شحال دابا هنا قلنا غادي نديرو ها هي هذيك سيري هكا مزيان راه كنفضل ديما نقطع الثوب. علاش؟ باش ما نبقاش كنتبرز معاه ملي كنكون كنكون خدامه اولا كنفصل كيبدا كيهرب ليك هذاك التحتاني الفوق وهذا هنا كتبقاي انت كتجري هو كيجر لا هكذا. هادي غادي نطويها على 4 غادي معكم دقه دقه وما باش نقطع الفيديو باش نبقى نقول نصور نحط لكم لا علاش باش انكم تمشيو نتوما تشوفوا داكشي كي غادي بيه كيف داكشي اللي درت صحيح داكشي درت خطا باش نتوما تمشيو معايا قد قد. ها نتوما هاد البلاصه هادي ها نتوما شفتو ديما راه كيكون فيها المشكل تنجيبها هكا عفوا راني غادي نجيبها بحال ما هكا. علاش غادي نجيبها هكا؟ حيت هنا غادي نعاود نشقو غيجيني مزيان، اما هنا فيه جهه طالعه فيه جهه هابطه غادي نولي الكتف باش انه يجيني فيه الفصاله، فهمتوني؟ واخا هاني غادي معاكم تنحاول المبتدئين انتما كما كتشوفوا كنحاول انني هاد القطعه هادي كنحاول نحطها فوق هاد القطعه الاخرى غادي نعطيها داكشي اللي بيخصني ديال الخياطه اولا غادي نحطها من الفوق ماشي مشكل فيما حطيتها، ولكن راه درت واحد الخطا بيخصني ندير هادي انتما كنحط الجهه المسدوده مع الجهه المسدوده راني خلطت وحطيت بالجهه الاخرى ماشي مشكل هانتوما جاني مزيان ماشي مشكل. حيت انا خصني يجيني داك السنتيم يجيني هو هذاك غادي نشدو دابا غادي نحاول نهبطو هادي شويه هنا. علاش غنهبطوها؟ باش دوك السنتيمات الخياطه اللي بغينا يجيونا فوق هادي. شدو راه كنهضر معاكم بواحد الطريقه اللي ديال انا فاش كنت نتعلم بحال هكا ماشي نخلطو نزرب. راه كاين دابا اللي كيتزرب عليه مسكين ما تيفهم اشنو كيدير. ها نتوما دابا غنجيو لهاد البلاصه الطرف اللي بغينا نزيدو هو فاش بغينا نعبرو العبار اللي عندنا.
انا بالنسبه لي كانت عندي كتاب شويه عراض راه بغا يجيني كبير صغير، ولكن الا كانت عندك 20 راه بيكون عندك 9. انا دابا راه غادي نجي غادي ندير 3 ولا ندير 23 بالخياطه. ها هي 23 بالخياطه، ها هي ولا 22. المهم دابا راه انا كنهضر معاكم وكنهضر على حسب الشتوى، حيت الشتوى راه كتكون تتلبس ماشي بحال كي تتلبس في هاكا. شتو هذيك الزيده اللي غادي نزيد فهمتي دابا كيفاش؟ هذا بعدا قلنا فيها قلنا فيها 15، درت فيها 15، 15 غادي يجيني هي 15 غادي يجيني اللهم بارك. ها هي هذيك غتجيني فوق الصدر، فوق الصدر ديالي. حنا غادي نديرو فيها ديك 8 سنتيم ديالتنا، حنا غادي نهبطو بالكتاف اللي قلنا بغينا نهبطو بهم، ها هما هما الكتاف تاعنا هبطنا بهم. حنا غادي نمشيو بديك ب 30 ديالتنا، انا 30 تنديرها قبل ما نهبط بالكتاف. ها هي 30 ديالتنا، ها هي ورا داخله هنا سنتيمات الخياطه، نتوما شفتوهم داخلين مخليه راه مدخله من هنا ومدخله هنا سنتيم سنتيم. هاكاك غادي نجي حتى لهنا وغادي ندير هاكا، وغنجي حتى هنا وغادي ندير هاكا، وغنجي حتى لعند هنا وغادي نمشي غادي ندير 34 لان دابا راه بحال برد. يما الا كان بحال برد زيد 2 سنتيم ولا 3 سنتيم، هما تزيدو دوك 2 سنتيم وتجيكم وتعاودو تنقصوهم في الإيفازي، ولا تولو كتقلبو على منين تنقصوهم. ها نتوما دابا هنا صافي، دابا هنا مشات ليا هاكا صلاني بي. دابا ها هي شتوها باش تمشي دابا مزيان. هنايا بغينا نجيو بطول ديال الحزام عندي أنايا، أنا الطول ديال الحزام كندير فيه 51، ها هي 51 هاني. غادي نحاول نقرب لكم شويه، غادي نجي عند 51 غادي ندير عندي انا في الطوله ديالي مترو ونص، ملي كنقصها كتعطيني 75 اذا غندير انا 80، كندير 40 عفوا كندير 40، الربع ديالو هي 40، ها هي 40 اولا نديرو 42، نديرو 42 حيت حنا بغيناها تكون عبايه وتكون دايره. غادي نجيو عند الوسط ديال الصدر غندير فيه 40، ها هي الوسط ديال عندي الجناب، ها هي غادي نديرو فيها في الطول 40، وهنا غادي ندير 35، هنا غادي ندير 35. انا ما عنديش بزاف لانني عامره ما غاديش يجيني بزاف دايره، ولكن اغلبيه كنمشي بها هكا، ها نتوما كنمشي بها بحال ما هكا هكا كنمشي بها اغلبيه. شتو اغلبيه كنمشي بها هكا اولا كنمشي بها هكا المبتدئين، سيري ديريكت. علاش غنمشي ديريكت؟ غتمشي ديريكت تشوفي القضيه فين خرجاتك، اللهم تعاودي تفيني وتنقصي بالماكينه ولا تدخلي على البياسه تولي كتقولي اشنو درت، فهمتيني؟ هاكا آه، راني كنحاول انني نجري معاكم. اولا كتاخدي السنتيم بحال هو هذا هاكا وكتمشي بالسنتيم، كتمشي بيه ديريكت. حتى هاد القضيه حتى هي راه ديك الاستاذه كانت وردت علينا، حتى هي راه زوينه صراحه الله، وراه خدمنا بها حتى هي راه مخيره. شتو هكذا دروك شنو بقى دابا لنا؟ بقى دابا لنا غادي نقطعو ان شاء الله وغادي نفصلوها حتى لتحت، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نكملها. هانتوما خدي راحتك وبشويه وجلسي، وما يكون حد معاك شي حد اللي بغا يبرزطك، تكوني شاده كما تنقولوا الكالم ديال راسك وجلسي، وديري شي بلاصه ما عندكش طبله كبيره ديال الارض. نقول لك شي اللي صراحه اللي انا كنت ندير. هانتوما دابا جاتني انا هنا، هنا هو الحد ما جاتنيش حتى الاخر. علاش ما جاتنيش حتى الاخر؟ حيت انا عندي الطول، انا عندي الطول ما غاتجيش حتى الاخر، غادي نجي حتى لهنايا وغادي نطلع بواحد 3 سنتيم، ها هي 3 سنتيم ديالتنا، وغادي نمشي بها هكا، غادي نمشي بها هكا حتى لهنا. علاش غادي نمشي بها حتى لهنا؟ باش ديما الا كتلبسي العبايه ما كتكونش طالعه هنا هابطه هنا دايره الودنين من التحت، ديما كنجيو كنمشي بها هكا هكا تنمشي بها. شتي كنتمنى انها تكون واضحه يا سيدي ربي. وكيما قلت لك خدي راحتك وجلسي على راحتك وجلسي بشويه عليك، ما تزربك حتى شي حاجه، لان الفصاله راه غير تعلمي ليها وتاخذي فيها الخاطر. دابا دروك انا غير طولت على حيت تنهضر معاكم وتنحرك الكاميرا هنا وهنا، اما ملي كنكون بوحدي وخدامه راه دغيا ما كاينه حتى 20 دقيقه تنحيد الموديل كنقطعو تنكمل. دابا كما كتشوفوا حنايا غادي دابا نجيو لهاد البلاصه هادي،
هاد البلاصه هادي غادي نقطعوها ان شاء الله باذن الله. ها هي باش تكوني بالقطيعه وتقلبي حاول ترقلي، ماشي صافي دغيا تخلطي وتطيحي على البياسه وتخلطي تقطعيها، لا عطا شويه ديال الوقت للبياسه وقلبيها كي ديالتك كي ديال الناس باش انك تعرفي شنو كديري. دابا هنا غادي نمشيو نقطعو ان شاء الله باذن الله. صلي على النبي. دابا البياسه راه ما فيها لا قطعات ما فيها حتى شي حاجه، البياسه راه سامبل، بغتكون عبايه سامبل بيكون فيها الرتوشات دوك دوك التشطيبات اولا الفينيسيون اللي بيكون زوين، بيكون في الكميمات وبيكون في 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 الصدر، غنديرو شي حاجه في الصدر ان شاء الله تكون زوينه. تبعوا معايا الفيديو غتشوفوا بالنسبه لهنا كما قلت لكم راني كنحاول انني نوضح لكم واحد شويه. هنايا عندنا الدوره ديال الكول ديال الامام، انا غادي ندير فيها 9 سنتيم ها هي اولا 10 سنتيم، لان الثوب ما كيتيرا ما والو، غندير فيها 10 سنتيم ها هي. غادي نديها بحال ما هكا هكا، وكما قلت لكم راه ملي كتكوني كتخدمي مع المده انت كتبان لك حوايج اخرى، ماشي كتخلطي وتخدمي من الاول صافي كتعلمي، راه انت كل خطره وانت كت راه الا ما خسرتي حبيبتي وما ما درتي راه ما غاديش تخدمي. اول حاجه كناخذوا هذا نتوما، هذا بسم الله توكلت على الله، كناخذوا هذا كندير ليه بحال ما هكا نتوما شفتوا، ونحاولوا هذا ديما يكون مقدم هاد الجهه هادي نتوما نتوما كما شفتوا راه ما شاط منه والو، داك الطفل قطعتو لحد في القد هاكا. دابا هذا حنا قطعنا التقوره ديالنا، دابا غادي نجيو نخدمو هنايا، غادي نجيو تاني اللي عند الكتاف هانتوما هاد شويه عليك، والمقص يكون ماضي ما يكونش حافي، راه المقص الا كان حافي ما تيعطيكمش هسميتو. وعفوا راني كنهضر معاكم قلت لكم راه كنخدم بحال خدامه مع راسي هنا، راه ما وضحتش لكم انا كنت غنقطع ديريكت بلا ما ندير هاد الطباشير، حنا صافي عرفت شنو غادي ندير، ولكن المبتدئين راه كاين اللي ما غاديش تعرف غادي تقول لك اشنو هو الفرق ما بين هنا وهنا. هنا هذه التقويره ديال الخلف، وهاد اللي غادي تالي هنايا هاد التقويره هكا بحال شكل نصف دائره، هادي التقويره ديال الامام. دابا حنا غنقطعوا التقويره ديال الخلف، علاش كنقطعوا هاد علاش كنرسموا هذيك التقويره تاع الامام باش الثوب يجينا ساهل ملي نحلوه، ما يمكنش تجلسي حتى تخدميها عاد انتيا بغيتي تفصليها عاد بغيتي ديريها. دابا هانتوما كيما شفتوا عندنا هنا وعندنا هنا، دابا هذا مع هذا غادي نشدو دابا هاد الخلف بوحدو ونشدو الامام بوحدو ونحاولو نديرو ليه هكذا هانتوما اي دقه دقه، راه بشوي بشوي ان شاء الله كلشي غادي ديروه كلشي غادي تقادو، راه ما تخلعكمش البياسه ولا يخلعكم الثوب، الا شتي انت راسك بغيتي تشوفي شي ثوب رخيص ولا شي ثوب عندك قديم في الدار ولا شي جلابه عندك قديمه، راه الحمد لله راكم كتعرفوا حنا المغاربه راه عندنا تكشيطه وخت تكشيطه في الدار قدام، نجبدهم ونعطيهم الخاطر ونحلهم ونعاود لهم اعاده الهيكله. دابا هذا عندنا الامام ها هو راه حلينا منه الخلف، غادي نشدو غادي ندير له بحال ما هكا هانتوما شتو هاكا، وكنمشيو بها هكذا ما نهبطوش لتحت، نجيو بالمقص ونطلعو الفوق ما نهبطوش عند المقص هاكا، نجيو نهبطو به غادي نقول لكم في الخياطه غنقول لكم اشنو هو الدور تاعك. هانتوما دابا ها القطعه الاماميه يا ربي الخلفيه، وها القطعه الاماميه ها شفتوها، دابا كاينه القطعه ديال الخلف وكاينه معها القطعه ديال هانتوما كتبان لكم شي حاجه هكذا. دابا غادي نجيو عند هذا غنحاول نحطوه هنا باش ما يتخلط ليناش مع الفصاله، غادي نجيو عند هاد البلاصه هادي اللي كنا خدامين فيها، غادي نديرو لها بحال ما هكا قبل ما نقطعو هانتوما، وديما كنتعاونو مع يدينا هكا كنتعاونو مع سميتو المقص، ماشي نخليو المقص بوحدو كيجبدو حنا كنتفرجوه بواحد اليد ولا حاول الخياطه راه كتبغي تخدمي صباعك وتخدمي عقلك وتخدمي شحال من حاجه
ونصيحه الا بغيتي تفصلي شي موديل، هذيك نصيحه انك ديما تكوني شاده الكلام بوحدك، خلي حتى تعلمي. هانتوما شفتو حنا حلينا هذا، حلينا على ربعه شقيناه من هنا. دابا غادي نجيو غادي نقطعو غادي نقطعو البياسه ديالنا، البياسه ديالنا غادي نقطعوها هكذا. هانتوما ديما نقص يكون بالطول، ما تبقايش كتقطعي وانت كترعي ديك يديك هنا وهنا. وكنقطع ولا عندي المسافه فاش خدامه شويه صغيره، كنحاول انني البياسه نساعدها، نقادها نحل نجر الثوب ندير شحال من حاجه. حيت الا ما عاونتيش راسك راه ما غاديش تخدمي شحال من حاجه. هانتوما والله الا انا عندي خدمه اخرى ديالتي كما قلت لكم في الطومين دابا اللي كندير، وبغيت نفصل هذا الموديل هذا، والله الا وانا نقول بالك نشاركو مع البنات، لان شحال من بنت كتقول لي كتخيطي حتى لنا شي فيديو حتى لنا شي حاجه، وكتقول لي ديري محتوى يكون مخلط، ما تبقايش ديري محتوى واحد تاع البيع والشراء وتاع داكشي فاش كتخدمي، ديري محتوى مخلط باش ان القناه تاعتك تزيد تطلع. وما كنت ما صراحه ما عمري ما تنفكرش في هذا الشيء، ولكن دروكا قلت والله الا نحاول. وحتى واحد اخت كما قلت لكم تيلا كتعلم الخياطه هضرات معايا داك المعلق قبل داك لكم اللي قلت لكم، عفوا انا مشيت كنهضر انتوما وريتكم شي جهه اخرى انتوما. واحد الاخت قلت لكم يلا كتعلم، هذه ديك الجهه اللي قلت لكم غنطلعوا بها ب 3 سنتيم انتوما شفتوا، كنمشي بحال هكا كنمشي شويه دائريه، هذيك الدوره اللي كنمشي دائريه بها هي اللي كتعطيني داك الدور ديال العبايه كيكون داير، ملي غادي الدور بالسورجي وغادي تفينا وتقاد تما فين غتبان لكم الخدمه، غتقولوا علاش العبايه كتجينا دايره ما كتجيش مقنته ديال الودنين، راه هذاك هو تما فين كاين السر، ما كيكونوش روتوشات بساط هما اللي كيحكموا لينا في البياسه، هما اللي كيعطيو البياسه المنظر ديالها خارجي ولا المنظر ديالها داخلي ولا بعيدي ولا سلحتها كاع ما تلبسيهاش. المهم البياسه ديالنا ها هي، انا راه هذا الفيديو درته معكم طويل، الا بغيتي تعلمي راكي غادي تتبعي من الاول حتى الاخر، ما بغيتيش تعلمي ما عندي ما ندير لك. المهم قلت لك هذيك البنت هي اللي جعلتني انني انا نصور معكم هذا الفيديو ويكون طويل ونحطو معكم، قلت لكم هي اللي خلاتني انني نصور معكم داك الفيديو الاول تاع فاش خيطت الكمام. هاد الاخت هادي يلا كتعلم، ومسكينه فكرتني في ايامي ملي كنت انا كما تلقاش لي. المهم البياسه حنا خصناها الامام والخلف هما تفصلوا، والقطعه اللي بغينا نزيدو فيها حنا فصلناها. دابا غادي نمشيو للكمام، نمشيو للكمام لكم لهضرتنا، قلت لكم هي اللي خلاتني انني نفصل معكم دوك لكم وصافي، وبحال ولفت ولفت اني نبدا نعود نحط معكم الفيديوهات. بالنسبه للكمام ها انتم كما كتشوفوا، انا بالنسبه لي عندي الكمام شويه عندي كما قلت لكم العبار زايد، كيف كندير واحد الخدمه في هادو، حتى انا اللي قلت لكم بغيت ندير الكمام بالكشكاشه، بغيت يكونوا من عند هنا حتى لهنا فيهم دوك لي بلي. ها انتم غادي تشوفوا، غادي ناخذ العبار ديالي انا كندير 50 50 اللي كندير ها هي، غادي ناخذها هو العبار ديالي نقول فيه فيه 53 53 ها هي، ناخذو ناخذو هنا يعني بغينا نديرو 53 ما غاديش تجينا دايره هي، عطاتنا 49 لا ما عطانيش، غادي ندير 53 هنايا عطاني 49 باش الا بغيت نديرو في الطول، ولكن ما عطانيش كما قلت لكم انا راه العبار ديالي زايد، ولكن اللي عندها العبار شويه ناقص ما غادي يجيها مزيان. هانتوما غادي ناخذ الثوب غادي نطوي على 4، غادي ناخذ ديك 53 وغادي نديرها على جوج، 53 اخرى 53 الاولى و 53 الثانيه، ها هما شفتوهم ها هما. دابا هادو بغينا نديرو بهم الكمام، غادي نشدوها بحال ما كون قادوها مزيان ياك، انا ما غاديش نفصلها على الطول لا، انا غادي نفصلها على هكا هانتوما، غادي نفصلها بحال ما هكا هاتي هاكا هيا، غادي نفصلها هكا على 4
هي على ربعه. عشان قلت لكم في العبايه في الامام والخلف عشان نقطع الثوب باش ما يبقاش كيهرب ليا هكا فوق الطبلات في الصاله، او لو خاطر كنت كتفسد في الارض هاتي بقيتي كون تيهرب انت كتخدمي هو كيمشي هنا وكيجي هنا. ما دابا هاد القطعه هادي راه طويناها على اربعه، وكل ربع فيه 27. هذا بالنسبه للعبار ديالي انا، ولكن العبار ديالك انت تقدر تكون فيه 20، تقدر تكون فيه 23، تكون فيه 21. كل واحد العبار ديالو، ما تحكموش على العبارات ديال الناس. هنايا عندنا فيها ديما هاد الخياطه هذه، هاد الحاشيه هذه ما عمرك ما تحسبيها اللي كتكون ديال التوب، هذيك راه خطيره. عندنا فيها 48، 48 غادي تجينا عند البلاصه فين بغينا عند القطعه. المهم غادي نجيو لهذا ديالنا، ها هي عطاتنا 27، ولكن حنا راه بغينا 30. حنا بغينا 30 لان الدوره ديال الكتاف عندنا فيها الدوره باش هبطنا من الصدر هبطنا ب 30، اذا خصنا نديرو 30 ماشي نديرو 30 هنا و 27 هنا. ملي نبغيو نحطو كيجيك لكم ماشي قدو قد البياسه، تتولي انت كتخيطي كتقول كتجبدي في الثوب. انا كنفضل الكم يكون وافي لي على البياسه ويكون شيط وما يكونش ناقص. الا كان شيط، الا كان ناقص كتولي كيولي عندك لومبي في البياسه، ولكن الا كان الكم هو تشيطي منه هنا ومن هنا ما عندكش مشكل، هذاك ما كيدير حتى ضرر. الضرر هو الا كان عندك البياسه هي اللي ناقصه، هي اللي ربي زايده والكم هو اللي ناقص. ايوا ايتي ويلي صافي. حاولت راني كنهضر كنفكر اش بغيت نحط. شوف هي هي هذيك هانتوما هنا عطانا غير قول عطانا 29، لا غادي نديرو فيه 30 بقاي مع حتى ندير داكشي اللي خصني ندير، ما يطلع لك شي الدم وما تقلقيش. كما قلت لك بشوي بشوي راه المشكله ملي كتلبسي البياسه وكيكون فيها الديفو تما كيطلع لك الدم، كتولي كتقولي مالي ما زكيتش شويه وماني ما زدتش شويه. هكذا هكذا هاد العبايه غير فيها الموديل هذا، ماشي الا درتي فيها موديل كتاف طايحين كتجي ساهله. دابا الحمد لله عطاتنا كاع 31 ماشي مشكل، هذاك السنتيم غير خليه لا ما يبقى ولا يخبل. دابا غادي نهبطو، يا لالا انا كنهبط ب 14، ولكن انت الا عندك قل غتهبطي غير ب 13، انا كنهبط ب 14 ولا 15. المهم غادي نهبط غير ب 14 باش تجيني يجوني هادو شي شويه ما يجونيش. غادي نمشي ديما انا كنمشي ما قلت لكم غير هاكا، هانتوما كتجيو حتى لهاد النص ديال البياسه، هانتوما 14 هي 15، هانتوما شفتو ياك انا كاع ما تراسيتهاش جيت فيها هي هاديك، واش فهمتيني ولا لا؟ شتي انا ما تراسيتش ومشيت هو الاول ولكن جيت فيها هي هاديك. علاش؟ ماشي كنقول لكم زعما انا كندير شي حاجه خارقه للعاده، ولكن لا، انا ملي كنكون تنخدم صافي تعلمت انني كيفاش نخدم هاد البياسه صافي فهمتها، ياك فهمتيني. في الاول راه غير المده تاع تخدمي غادي تفهمي، انا جيت في النص. علاش؟ حيت صافي دابا انا داتي ديا على انني نشوف هكا بالنص ونخدم، ولكن هادشي ما تيمنعش انني مره كناخذ العبار، حيت راه ما يمكنش انك تبقاي تتعمري. راه الثوب هذا وكما تيقولوا اللهم تخمينه تخميمه ولا ضربه بمقص. كنعاود نشوف ثاني الثوب تاعي ثاني كيفاش وكنعاود ثاني نطلع. هنايا عندي الدوره بغيتها تكون شويه زايده، علاش؟ حيت راه بغيتها تكون ليا عندي هنا ما تكونش عند التحت، كون فايته واحد شويه هاد المرفق ديال اليديا. اذا غادي ندير فيها، المهم انا غادي نحاول ندير فيها ندير 24. نشوفو ونعبرو، نشوفو ونعبرو. عندي بغيتو يكون سامبل ماشي هذا اللي بتكون فيه البليات لاخر. هاهي عطاتني 44، عطاتني 42، قولي 4 قولي 43. علاش؟ حيت بغيت نزيد الخياطه. 43 ها هي ها اللي عطاتنا مزيان. صافي غنديروها عند هنا هاكاك مزيان. شحال درنا فيها هنايا؟ درنا فيها 5، غنديرو فيها 25 حنا كاع نتهناو. اللهم تكون في الخياطه ولا تكون في هذا. انا ديما كنفضل نعاود نقص بالخياطه وما نقصش بالمقص، المقص راه غدار حتى مشيتي الله يسهل عليك. دابا هادو الكمام صعب التعامله،
ها هما الكمام. هذا راه اطول فيديو في العالم ديال الخياطه، ولكن راه الا تبعتيه والله الا احسن شرح واحسن تنهضر معاك من القلب، راه ماشي كنهضر معاك انني كنقول لك شي حاجه اللي بغيتي ديريها خياليه. بلا تنحيدو عندنا الطرف هذا اللي دايرين التكويله، ها هو هذا حيدوه. يا خويا الله مرصنا من الصباح. سير دابا انتما ديما ملي كتكوني مبتدئه ما تبرصيش راسك، ديما جي من هاد البلاصه هادي هاكا وسيري هاكا 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 هاكا، ودوري ديما يديك تكون تدور هاكا عطي المقص حقو. شتي هنا شتو فيه مثلا شي لعيبه، نعاود نجي تاني ندير هاكا ونضرب واحد شويه هنا، علاش؟ باش ما يجينيش هاد القمقوم خارج، فهمتي كيفاش؟ هاد القمقوم ما يجيناش خارج وما يجيناش داير لينا داك المعلق لينا هاكاك مع الخدمه. هانتوما شتو، هانتوما كنجيو هاكا وتنمشيو هاكا، ها تنحاولو نجيو واحد شويه هنا، علاش؟ حيت هنا باقي باتكون في الخيطه باجي هاكا. هانتوما ها ملي هنا غادي نجمعو هنا، ها غنشوف مكيبانش، ها ملي غادي نجيو هنا الخيطه غير تخيط، هانتوما غنجيو بها هو يمشي هو هداك، وملي غادي نطلقوه هو جانا عارفين واحد السوينطيم هنا، هداك السوينطيم اللي بيجي هنا هو اللي بغينا نعاودو نخشيو في الماكينه وبيعطي واحد المنظر وتجي كلها دايره بحال ما هاكا، فهمتوني؟ الناس اللي باقي ما كتعرفش كيفاش تخدم هادو كنجي هنا وكندير، انا من الاحسن ما ديريش هاكا كره هنا بالمقص، هادي حيدي هداك راه كيدير ديفو في البياسه، وبزاف البياسه اللي كتكوني ما عارفاش انت كيفاش تخدميها. انا كندير غير هاكا بالطباشير، هادو الناس المبتدئين، اما دابا الحمد لله انا صافي نقدر نخدم بلا هذا، حيت صافي ديت على هذا. هذا غادي نخليوه هكا ما نحيدوش، خليوه هنايا، علاش غنخليوه؟ باش نخدمو عليه لتحت، حيت هو اللي غادي يكمل من هاد الكمام. انا هاد الكمام تاع هاد العبايه بغيت نديرهم هي بلاستيك ويكونو فيهم البليات، شحال قلنا عندنا في هاد الخدمه هادي؟ هانتي عندك لاله هنايا، عندك لاله 25، هنا غنخدمو تابو خياطه، علاش؟ حيت انا بغيت كل خياطه 25 غادي نزيدو عليها 10، 10 هي 35، عطاتنا 35، هاديك 35 سنتيم. لا تنشوفو التوب كيف يجينا، واش بغينا بالطول ولا بغينا بالعرض، والله يا اختي راه ما كاينش اللي يقعد يشرح لك، حتى نقول لك راه كاين اللي كتقول ليه وريني كيقول لك ايه وتيعطيك شي حاجه اللي نتيا بعيده عليك، اللي كتهضري في الشرق وتيهضر في الغرب. دابا التوب ديالنا هو هذا، لا تنشوف واش غادي يعطيني داكشي اللي بغيت ولا ما غاديش يعطيه ليا، وديك الساعه نهضروا. هانت دابا عندنا لانا، انا بغيت في الكمام دياولي انا كندير بلات، نعاود معكم باش ما نمشيش حتى لهنا ونولي لا بغيت 61، انا كنخدم 61 62، ولكن ملي غادي ندير لاستيك غادي ندير 65. الله يعطيك الصحه يا لاله، هي عطاتني 65 في هذا، هي عطاتني كاع 66، ها هي 66 بالشيطات الخياطه هنا بكلشي 66، هادشي بالنسبه ليا انا، ولكن بالنسبه لك انت الا عندك لا 50 في الكم زيدي 10، عندك 20، عندك 40 ديري 50، عندك 60 ديري 70، فهمتيني؟ انا عندي انا بغيت بيت 60، هي عطاتني 66، هذيك 66 عطاتها ليا حيت راه باقي عندي هانتي باقي السنتيمات هنا زايدين، وراه خليت الخياطه هنا وخليت الخياطه هنايا، فهمتيني؟ واخا نسال الله سبحانه وتعالى يسر الامور. هذيك 66 راه غادي نحيدو لنا نديرو لاستيك فيه 3 سنتيم، هي هذيك مزيانه، بغيتي لاستيك ديري فيه قل اكثر من 3 سنتيم زيدي الثوب. غادي نشدو الثوب هو هذا اللي قلنا، انت الثوب هو هذا، انت غادي نديرو فيه قلنا غادي نديرو فيه قلنا غادي نديرو فيه بلاتي عندنا 25، غادي نديرو فيه هذا لا 35، حيت بينا البلية ديك 10 سنتيم ديال البلية، كيفاش انت هي 35 نقول لك يا لاله بالخياطه، احنا درنا كاع 36، هي 36 صافي، هي 36، هي 36 في ربع، 10 سنتيم في ربع، راه ماشي 10 سنتيم في هذا، راه 10 سنتيم كتكون مدوبله، ها هي فهمتي؟ دابا ها هما دابا الكمام ديالنا، ها هما هادو هما الكويمات ديالنا، ها هما غادي ندير لهم بحال ما هكا ولا بحال ما هكا، هيا الجام تدمع الجام سدودا، وها هما دوك السنتيمات باش نزيدو حنا كاع واحد شويه لان الثوب باقي ماشي مشكل، باش يعطينا دوك لي دوك لي فرونس يجيو زوينين، ها هما هكذا. دابا دروكا
هذا الكم ديالنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله هو غادي ميسر بلاتي. بالنسبه للكم ديالنا عندهم كما كتشوفوا ها هما هذو الكمات ديالنا اللي قلنا ها هو قطعتيه فصلتيه وخيطتيه وعاودتي شدتي العبار مثلا كنتي كتخيطي على راسك اولا السيده اللي عندك العبار تاعها عاودتي عبرتي وقيتي مثلا 50 سنتيمات كتعاود تجي حتى لهنا وكتزيدي واحد 4 ديال السنتيم ولا 6 سنتيم وكتخيطيها وكتلصقها وكتطوي عليها لاستيك ديال 3 سنتيم كتولي عندك 3 سنتيم هادشي الا كانت خاصك ديال 3 سنتيم 4 سنتيم كتشوفي انت النوعيه ديال لاستيك باش بتخدمي. ها انتم العبار ديالنا دابا حاليا فيه 66 ولكن ديك 66 باقي غنخيطو انا راه كاينه كاين هنا مازال شي شويه الا هبطنا هكا وزنا ديك السنتيم في الخياطه راه بتولي عندنا 68 اذا راه باقي كاينه سميتو كاين فين نخيطو ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم كنتمنى انني نكون شرحت لكم وكنتمنى انني نكون وصلت لكم شي حاجه. بالنسبه للكل راني غادي نقطعي واحد القطعه بحال ما هكا فيها 3 ديال السنتيم ياك وراني غادي ندورها على الكل هي اللي غادي ندير هاني ان شاء الله ملي غادي نبغي نخيط البياسه غادي ندير معكم فيديو وغادي تشوفوها كيما طلعت غادي نشاركها معكم كي زوينه غنشاركها كي كانت خايبه غنشاركها وغادي نخدم ليها واحد الباندا ديال الجيلاتين غنخدمها لها راسي ملي غنكون ان شاء الله كنخدمها راني غادي نشارك معكم وتشوفوا الالوان اللي غادي ندير باش نلصقها لها فهاد هنا فهاد الكميمات هنايا ونقدروا ندير لها شي شانيل شي حاجه في الصدر. المهم كما كانت البياسه راني غنشاركها معكم ما غاديش نبخل عليكم كي كانت زوينه كي كانت خايبه اي حاجه بغيتوها ما عليكم الا تخليو ليا في صندوق الوصف في التعاليق دخلوا عندي الرقم ديال الهاتف الواتساب راني كنجاوب من 9 الصباح حتى 9 الليل اي حاجه بغيتوها في مستلزمات الحلويات الاعراس الافراح خيط شي بياسه اللي راني غنشاركها معكم جات شي سلعه جديده ديال السولد راني غنشاركها معكم. المهم اختكم ايمان حاولوا انكم تعاونوا معها وحاولوا انكم ديروا لي لايك باش انني نكون ما بقيش يبقى فيها الحال انني كنضيع الوقت ونقول عندي خوتي وعندي حبابي انهم كيتعاونوا معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.